الفلاني والقائد الفلاني كلهم تعالوا. احنا حكينا الملزمين كنساء وكم... جلسة اليوم كانت عن الانتخابات، جلسات اللي سبقتها عن النظام السياسي الفلسطيني وعن التعددية السياسية والفكرية، باعتبار الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية جزء من مكونات هذا النظام السياسي، باعتباره قاعدة من قواعد منظمة التحرير الفلسطينية وممثل لنساء فلسطين على أرض الوطن وفي الخارج. ناقشنا المشاركة النسائية من بوابة الانتخابات في العملية الانتخابية، ناقشنا قوانين الانتخابات وقوانين الانتخابات رسم ربطا بطبيعة النظام السياسي، لأن النظام السياسي يفرز من خلال العملية الانتخابية التشريعية اللي هي انعكاس لممارسة آلية صنع الديمقراطية في المجتمع. في لقائنا اليوم للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية بضم كل الهيئات الإدارية للاتحاد على مستوى فروع الشمال ضمن برنامجه قفزة للأمام. طبعا أكثر إشي ممكن نعمل عنا قفزة للأمام اللي هي موضوع الانتخابات ونظام الانتخاب المتبع، وبالتحديد تمثيل نظام الكوتا اللي معتمد أخيرا من الأمانة العامة للاتحاد والوقعت عليه الأحزاب بنسبة 30%. طبعا مشاركة المرأة فيها تطور، ما بين 2004 و2005 كان نسبة تمثيل النساء أقل، حاليا نسبة تمثيل النساء عندنا وصلت ل 21%. طبعا احنا بنطمح في الانتخابات القادمة توصل نسبة ل 30% وصولا ل 50% لاحقا، تتناسب مع عمليا حجم المرأة. موضوع المشاركة القيادية والسياسية للنساء الفلسطينيات هي موضوع جدل دائم في أوساط الشعب الفلسطيني وخاصة في أوساط الحركة النسائية الفلسطينية. بالتأكيد أن هناك تطور في هذا الاتجاه، سواء على مستوى الأداء والتفاعل أو على المستوى القيادي، ولكن بالنسبة لنا هذا غير كافي، لأنه المرأة الفلسطينية يجب أن تدافع عن أجندتها الاجتماعية الاقتصادية وتدافع عن حقوقها، ويجب أن تكون شريكة في اتخاذ القرارات على كافة المستويات حتى تنعكس هذه القرارات وتعكس المصالح الحقيقية للنساء الفلسطينية.